إلى نهاية مسدودة تصل المفاوضات بين أهل درعا وبين النظام السوري ومن خلفه الميليشيات الموالية لإيران، نهاية يبدو أنها ستلحق درعا البلد ومن ثم مناطق أخرى في محافظة درعا بركب من سبقها من المدن والأحياء السورية التي وقفت في وجه نظام الأسد. القصر وداريا ودوما القابون وبرزة ومدن أخرى كان التهجير الجماعي مصيرها الذي يظهر أنه لا مفر منه في درعا بعد 75 يوما أو تزيد من الحصار الخانق والقصف الذي استهدفت به الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لإيران مهد الثورة السورية، تلك التي كان يتوقع لها أن تكون نموذجا لمناطق التسوية حيث حافظت على رفضها للنظام الأسد ومعارضتها له وعلى بقاء أهلها في المحافظة بضمانة روسية لم تدم طويلا. لجنة مفاوضات أهل درعا أكدت أن إيران تقف وراء فشل اتفاق التسوية قبل أن ينفذ في درعا في خطوة تهدف إلى تغيير ديموغرافي كامل في المنطقة الجنوبية عبر فرضها شروطا تعجيزية تتعارض مع الشروط التي وصل إليها اتفاق سابق في الأول من أيلول. هذا الاتفاق يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم ونشر 4 نقاط أمنية. اتفاق آخر يؤد قبل أن يولد يضع مصير أكثر من 50,000 شخص في درعا على المحك، ما دفع أهلها للطلب من ملك الأردن للتدخل وفتح ممرات آمنة لخروج السكان. أن تتدخلوا لما لكم احترام وكلمة مسموعة في المجتمع الدولي من أجل وقف خيارات الموت والإبادة والتهجير التي نتعرض لها من قبل ميليشيات إيرانية وقوات النظام دون تدخل روسي لمنعها، وإننا إذ نناشدكم يا جلالة الملك نرجو من مقامكم إن لم يكن وقف لما نتعرض له أن تفتحوا لنا طريقا آمنا باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، سائلين الله عز وجل أن يحفظكم وشعبكم الشقيق آمنين مطمئنين. مناشدة قد تكون آخر الحلول ليس فقط للسوريين بل للفلسطينيين القاطنين في مخيمات محافظة درعا الذين يواجهون ذات المصير من قتل وقصف واعتقال من قبل الفرقة الرابعة والتي تحاول رد اعتبارها بعد الخسائر التي تعرضت لها في درعا رغم نزل أسلحة سكانها في التسوية الأولى عام 2018 لتكون درعا بالفعل بغض النظر عن جميع السيناريوهات التي يمكن أن تحدث فيها العين التي قاومت المخرز وأجبرته على المفاوضات.